الله ساهم في صعود السوق من بداية السنة. أول شيء طبعا كانت توقعات الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من مستويات 5.5 إلى أقل من مستويات 5. هذه كانت إشارة جيدة للسوق إن شاء الله. والشيء الثاني هو الحمد لله هو توقعات بنمو الناتج المحلي تقريبا في عام 2024 إلى 4.4%. العامل الثالث وأعتقد هو عامل جدا مهم هو دخول شريحة المستثمرين الأجانب. كان في جانيوري الحمد لله تقريبا 2.5 بليون سعودي ريال النت المشتريات اللي صافي. أعتقد ربحية الشركات وأنا أعتقد وقود أي سوق هو أخبار ربحية الشركات. نتوقع إن شاء الله بعض الشركات نمو يكون دبل ديجيت إلى 20% نمو. يمكن العامل الرابع وعامل مهم هو الطروحات الأولية في سوق الأسهم. أعتقد كانت الطروحات جيدة في عام 2023 وكانت أرقامها ممتازة وأداء هذه الطروحات بعد الليستينج كان أو بعد الطرح كان ممتاز جدا. وأعتقد أنها حتى القطاعات اللي بيدخلوا فيها وبيطرح الشركات فيها كانت قطاعات جيدة, قطاعات جديدة, قطاعات فيها نمو إن شاء الله على 3-4 سنين الجاية. فأعتقد كل هذه العوامل ساهمت. أيضا ما أنسى برضو الفوليوم ودخول الريتيل أو مستثمرين الأفراد. نتكلم في جانيوري كان تقريبا الأفرج أو المعدل 8.5 مليار التداول يومي, وأنا أعتقد هذه إشارة كانت جيدة لبداية إن شاء الله تكون بداية محفزة 2024. نحب نتكلم كمدراء محافظة الآن, نتكلم ما نتكلم على قطاعات بقدر ما نتكلم على أسهم اللي نتوقع لها نمو. فدائما مدير المحفظة النشط أو الإدارة النشطة تتبنى وين أماكن النمو أو وين القطاعات اللي فيها نمو مستهدف. والحمد لله احنا شفنا السنة الماضية كان في قطاعات جيدة جدا بدون ذكر أسماء فيها نمو جيد, وهذا اللي نستهدفه احنا كمدراء محافظ من خلال زيارتنا من خلال فريق الأبحاث اللي يقوم دائما بتحليل الشركات ويقوم بإنشاء توقعات معينة على الأسهم ويستغل فرصة المس برايسنج. بعض يعني يكون في الأسواق سوق أو مهم سعر الشركة بسعرها الحقيقي, فهذا يجي هنا دور المحفظة في أخذ مركز فيها. من الاستثمار من الشركات اللي تعد من أكبر الشركات في الأصول تحت الإدارة. اليوم ندير أكثر من 75 مليار ريال, 60 مليار منها في قطاع العقاري طبعا تشمل إلى صناديق عقارية, تطوير بنية تحتية, تطوير بنية فوقية. مشاريعنا الحمد لله امتدت من الرياض, جدة, الطائف, المدينة, مكة المكرمة, طبعا المنطقة الشرقية دشنا أول صندوق السنة الماضية في 2023 فيه. طبعا الجهة الثانية من إدارة الأصول وهي جهة مهمة, سعة لنا الاستثمار تنويع القاعدة الاستثمارية, عندنا صناديق الأسهم, أدوات الدين. نسعى في 2024 بحول الله إن شاء الله إلى إنشاء صناديق التمويل والتأجير, وهذه فيها بوتنشل أو فيها مجال كبير إن شاء الله للنمو للبلد, مقدمة على قفزة كبيرة في هذا المجال. أيضا ما أنسى إدارة المصرفية الاستثمارية, الحمد لله عندنا في البايبلاين أو في كثير طروحات إن شاء الله في السوق, سواء في السوق الرئيسي أو في سوق نمو. إحنا من الشركات الرائدة في طرح إن شاء الله الحمد لله بالنسبة لأدوات الدين, ساهمنا مع كثير شركات العام وإن شاء الله مستمرين في هذا النجاح والتفوق.